معانا الأستاذ خالد الغنيمي، صاحب ورئيس مجلس إدارة شركة الغنيمي ميديا برودكشن. والحقيقة اللي أنا بشكره أنا وكل زمايل المتعاقدين معاه على الحقيقة يعني حسن الإدارة، وإن موفر كل شيء يخلي المشاهد يستفيد. صحيح. والحقيقة أنا ممتنة جدا لوجود حضرتك معانا في أنا البرنامج بشكر يعني. حضرتك جدا على الكلام الجميل جدا ده، ويمكن دي أول مداخلة ممكن بعملها مع حضرتك، شرفنا. وطبعا منورانا شيف عظيمة. ربنا يخليك يا أستاذ خالد، حضرتك اللي ربنا منورنا، يخليك يا رب. مفاجأة لطيفة جدا، سعداء بيها وبوجود حضرتك أنا أسعد باهتمامك بينا. بعمالكم موجودين على الشاشة. ربنا يخلي تمام. حضرتك. فأنا بقى فعلا يعني مبسوط بده جدا، نفس الوقت الحمد لله. برضو بتابع الحلقة. طب فأنا أنا انا فعلا بشكر عندي فترة اولا حضرتك جدا جدا، وطالما حضرتك متابع الحلقة معانا فانا عملت كده مناشدة لكل الطيبين وكل المصريين طيبين على فكرة، رجال الاعمال او اصحاب مثلا البزنس المختلف او اصحاب اقول المطاعم. لحضرتك على حاجة يا مدام نشأة. اتفضل يا فندم. الاعلام دايما دوره مش نقل الخبر بس، دايما الاعلام هو دور مجتمعي. تمام. يعني ان احنا دايما بنقول كلنا ايد واحده، كلنا بنساعد بعض. الاعلام دايما هو اللي بيوجه في حته ازاي نحط حلول وازاي ننفذها ونساعد، وفي نفس الوقت اهالينا حبايبنا لازم نبقى واقفين جنبهم. فاللي حضرتك ناقشتيه انا من اكتر من شهر والشركه فعلا شغاله على كده، فعلا الحمد لله اتعاقدت. الحمد لله اتعاقدت مع اكثر من مطعم لتوفير وجبات يوميه لاكثر من 50 فرد في اليوم. لا ثانيه واحده يا فندم، معلش ما شاء الله، عشان الناس برضه تفهم يعني حضرتك مبادره ان حضرتك تساعد في انا الظروف الصعبه المبادره دي، تساعد الناس اللي اكثر احتياجا. فحضرتك مش بس بتدير شغل، انت كمان قدام عينك دايما يا مدام نشوى الاعلام خدم. ايوه. وغير يعني ان هو بالاضافه لانه ناقل الخبر والمعلومه الصحيحه وتداولها وكل حاجه، بس دايما الاعلام بيفكر دايما في الشارع، اللي هو لو يعني ازاي يساعد الناس وازاي يتكلم معاهم وازاي يوصل لقلوبهم وازاي يتابعوا المشاهدين المذيعين الجمال اللي زي حضراتكم كده. تمام. وفي نفس الوقت يحسوا ان هم يعني مطمنين بوجودهم وبيتواصلوا معاهم وبينزلوا أنا الشارع وكل حاجة. في برضو بعد إذنك برضو عايزة أفكر حضرتك بمبادرة تصديقا لكلام حضرتك، مبادرة حضرتك عملتها من فترة معانا هنا في البرنامج. احنا عملنا تشغيل مبادرة توظيف مع رجال توظيف أعمال بالظبط. محترمين، تلقينا عدد كبير من الرسائل اللي خاصة بالشغل وبيتم التعامل معاها وتوظيفهم. وفي نفس الوقت برضو المبادرة التانية دي هي مبادرة من بيت لبيتك، ان احنا كلنا واحد، مبادرة مش من بيتي فكرة لبيتك كلنا واحد. يعني مش فكرة ان احنا بنقول لا احنا منعزلين او ان احنا مش موجودين او ان احنا ما بنحاولش نجد حلول للناس الاكثر احتياجا. ويمكن ده حضرتك يعني قايمة بالدور ده من اكتر من سنتين كمان في برنامج بنت والله البلد. يا فندم احنا بننفذ توجيهات سيادة الرئيس، لان سيادة الرئيس المواطن قدام عينه دايما، وسيادة الرئيس بيعمل مبادرات الحقيقة لصالح المجتمع او لصالح الناس الاكثر احتياجا، زي مبادرات حياة كريمة واخيرا مبادرة 100 يوم صحة اللي سيادته عاملها. وانت حضرتك امتثالا لاوامر سيادة الرئيس كمان ان كلنا نخدم بعض، أطلقت طبعا مبادرة يعني يمكن التشغيل ومبادرة من بيتي لبيتك كلنا واحد، وحضرتك بتعلن عنها حاليا، تفاصيلها ومنها بشكل برضو سريع. دعوة لرجال الأعمال اللي مصر هي بيتهم ومكانهم، ودايما القيادة العامة عامة بتقدم حلول يعتبر يعني في إنجازات شايفينها كل يوم. وفي نفس الوقت بنقول لرجال الاعمال واللي بيحبوا البلد دي احنا ايد واحده، احنا كلنا مع بعض، احنا اهل مصر الطيبين يستاهلوا كل الخير.
طيب انا عايزه برضو اسال حضرتك على اليات تنفيذ هذه المبادره، يعني اليات مبادره التشغيل. حضرتك كان معانا رجال اعمال واعلنوا عن وظائف، وبالفعل الحمد لله اكثر من 2000 وظيفه. المبادره الثانيه حضرتك اليات العمل ايه؟ احنا بالفعل تعاقدنا مع كذا، يعني ممكن اكثر من 10 مطاعم ما شاء الله، تمام، على مستوى اماكن مختلفه داخل القاهره والجيزه، ما شاء الله، تمام، بيبقى تفاعل معاها مع المؤسسات المجتمعيه الخدميه، تمام، بحيث ان احنا بنحاول ان احنا المطاعم او مع التعامل مع المؤسسات ان هي توصل اكثر من 100 وجبه في اليوم، تمام، لاكثر من 100 وجبه في اليوم بناء على تضامن وزاره التضامن برضو، وفي نفس الوقت ان احنا نبقى كلنا بنساعد، وفي نفس الوقت انا كدور اعلامي مجتمعي خدمي الافاضل دول، يعني اللي تبنوا المبادره هيبقوا معانا على الهواء وهيعلنوا عن الاماكن اللي موجوده فيها، يعني هيشرفونا في البرنامج ان شاء الله باذن الله. والاسبوع ده ان شاء الله يعني خطوات فعليه تنفيذيه ان شاء الله بشكل كبير جدا، تمام. وهم برضو رحبوا بالفكره جدا وحابين ان دي تتنفذ بشكل كويس جدا، لان دايما وقت الازمات بيبان ربنا يكرمك يا استاذ، الناس الوطنيين اللي بيحبوا البلد دي جدا، تمام. واحنا يعني انت لا تقل وطنيه عن كل رجال الاعمال الوطنيين وكل اصحابنا واصدقائنا من مالكي المطاعم اللي اشتركوا في المبادره، واللي ان شاء الله تباعا هنشوف، ويا رب كده ما تبقاش بس القاهره والجيزه، يا رب تبقى في كل محافظات مصر، كل اصحاب المطاعم في اي محافظه، اي حد عايز يشاركنا في هذه في هذا العمل الخير العظيم. استاذ خالد انا هشارك مع حضرتك، اسمح لي هشارك مع حضرتك. شرف لينا يا فندم. تسلم يا فندم. شوف عظيمه، وفي نفس الوقت احنا عايزين كل الناس الوطنيين تشارك. ان شاء الله. كل رجال الاعمال. عشان تبقى على مساحه كل وعلى كل واحد يقوم بالدور الوطني كل محافظات مصر المطلوب يا رب. منه. يا رب. يعني ان شاء الله باذن الله مجموعه من المبادرات هنعلنها بعد ما تبقى واخده خطوات فعليه وتنفيذيه معينه، تمام، واحنا بنحب البلد دي. واحنا مع الناس اللي في الشارع، واحنا مع الناس اللي في البيوت، واحنا كلنا بيت واحد اصلا، وفي نفس الوقت مبادره من بيت لبيتك دي هتستمر اكثر من 3 شهور ما شاء الله، وان شاء الله باذن الله مبادرات ثانيه هنعلن عنها برضه. انا بشكر حضرتك جدا جدا يا استاذ خالد، وبشرتنا. انا مش عايز اسالك المبادرات الثانيه، كل حاجه في حينها هنعلن عنها من خلال برنامج بنت البلد، ومن خلال كافه البرامج اللي بينتجها الاستاذ خالد ان شاء الله. مبادرات كلها في خدمة الوطن وفي خدمة المواطنين، وكلنا مع بعض، وكلنا في الشدة ايد واحدة، وكلنا جدعان، وكلنا بنحب بعض وبنحب بلدنا في الاساس. شكرا يا استاذ خالد جدا لحضرتك. شكرا يا فندم. شكرا من نشوى. شكرا من دام عظيم. شكرا ليك يا استاذ خالد، شرفتنا.